سنة سعيدة تدخل عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة، وتطلع مرو لهنا وراحة البال. نتمنى لكل من شاهد هذا الفيديو ليكون عام جديد حلة جديدة بالخير. الله ينجينا ونجيكم من الفاجعات، الله ينجينا ونجيكم من المدرجات، الله ينجينا ونجيكم من شر الخلق. يدخل علينا هاد السنة بالصحة والسلامة، طول العمر لهنا وراحة البال. ثم تقولوا آمين ولك بالمثل. شكرا لكم، ونتمنى لكم سنة سعيدة بالصحة والسلامة، وعام جديد باش ما تمنيتو. إلا كنتي مازال ما تزوجتيش، الله يجيب لك ولد الحلال اللي يحافظ عليك ويخاف الله. وإلا كنتي مازال ما ولدتيش، الله يرزقك بالذرية الصالحة. وإلا كنتي عندك وليدات، الله يصلحهم ويخليهم ليك ويخلي لك عائلتك. وإلا كنتي مميمة، الله يخلي لك وليداتك ووالديك. نتمنى لكم سنة سعيدة، وكل عام وأنتم بخير. بونانيا توس، بلان دو بونور اي ميور فيو. نخليكم مع المقطع. الله يوقف معنا ومعاكم. نتمنى كاع اللي شاف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير، ويدخل علينا بكل خير 2021 يا ربي. اللي عند يحفظ وليداتنا وليدات المسلمين اجمعين، ينجينا وينجي وليدات المسلمين من شر الخلق. يا رب تحفظنا وتحفظ وليداتنا وليدات المسلمين اجمعين. يا رب اللي مرض الله يشافينا ويشافيه، واللي مهموم الله يفوجها علينا وعليه، واللي مظلوم الله يحن علينا وعليه. يا رب واللي مسجون الله يطلق سراحه. يا رب اللي في قلبي وشي امنيه الله يحققها ليه. يا ربي انت عالي وعالم بعبادك الصالحين، يا ربي توقف معنا ومعهم، يا ربي تكون معنا في وقت الشدة. يا ربي يا ربي تحن علينا وعلى كل أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى لكم هذا العام الجديد بالصحة والسلامة وطول العمر ولهنا وراحة البال. كل وردة من هاد الورود تكون نور في حياتكم، تكون حياتكم كي هاد الورد منورة مشعشعة كي البستان. الله يجعل ايامنا وايام وليداتنا ووليداتكم ووليدات المسلمين اجمعين منورة وفرحانة يا ارحم الراحمين. يا ربي 2021 تكون مزيد من الخير والتفاؤل. سنة 2021 تكون مبشرة بالخير كما جات ليلة الخميس وصباح الجمعة دين عيد المسلمين. يا ربي تكون معانا ومع عبادك الصالحين. يا ربي تحفظنا وتحفظ وليداتنا وليدات المسلمين أجمعين. اللهم ارزقنا الصحة والسلامة، اللهم ارزقنا الذرية الصالحة، اللهم وفق وليداتنا وليدات المسلمين في قرايتهم خرجوا ذرية صالحة، وتوقف معاهم ويجيبوا لنا دعاويد الخير سواء كنا حيين ولا ميتين. يا ربي تكون مع وليداتنا في غيابنا وفي حضورنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. يا ربي في كل حياتنا ماشي غير في 2021 كونوا منورين كما منورة لالا مكة، كونوا فرحانين كما هاد الزهور، كونوا في أحسن الأحوال والصحة ديالنا دائما فرحانين وزاهيين بحال هاد أشكال الورود. يا ربي حياتنا دائما فرحانة وملونة كما الورود بالسعادة السلامة وطول العمر يا أرحم الراحمين. يا ربي اللي يتسنى شي أمنية الله يحققها ليه، اللي باغي يكون أم وأب يا ربي تحققها ليه. يا ربي اللي وليدها ولا بنتها بعيدة عليها يا ربي تلاقيها في أحسن الظروف.
يا رب إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأقينا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات منهم الأحياء والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات منهم الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين أجمعين. إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، مجيب الدعوات الداعي إذا دعاك. يا رب يا رب يا رب يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك، أنت خير الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا، اللهم ضوي حياتنا بنورك يا أرحم الراحمين. اللهم نور حياتنا وآخرتنا ودنيا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات منهم الأحياء والأموات. اللهم استرنا في الأرض وفي بطن الأرض وفي يوم العرض يا أرحم الراحمين. اللهم نور حياتنا وحياة وليداتنا وليدات المسلمين أجمعين كما منورة هاد الشمعة حياتنا في هذا العام الجديد بالصحة والسلامة، وتحقق أمانينا أمانين كاع من هز يدين السماء وطلبك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا، اللهم عفو عنا، اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأقينا عذاب النار يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة وارحم أمواتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم في العالمين أجمعين. إنك حميد مجيد. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.